سعيد ضابط إسعاف نسيم حسن وزارة الصحة. يتم الآن نقل 81 إصابة من إصابات الحرب. هؤلاء 81 مقسمون على جميع مستشفيات قطاع غزة. وصل الآن ما يقارب 35 سيارة إسعاف تحمل هؤلاء المصابين إلى الجانب المصري. يتم الآن إدخال الإصابات 5 سيارات تلو الأخرى. هنالك آلاف الإصابات متواجدة في مستشفيات، ولكن ما سمح بنقله هو 81 إصابة. نطالب الجانب المصري بفتح معبر رفح لإدخال المساعدات الطبية والمساعدات وما يلزم من تعبئة من السولار والوقود وإدخال عدد كبير من الإصابات. نحن نتحدث عن 81 إصابة يتم الآن نقلها، وهي أول مرة تحصل منذ بداية الحرب حتى هذا اليوم. نأمل أن يتم نقل أكبر عدد من الإصابات خلال الأيام القادمة.